صباح سعيد وبداية أسبوع موفقة. كنت من أهل كلوفياء الإذاعة القريبة منكم دائما ميد غاديو، موعد جديد وهي أولى حلقتنا في هذا الأسبوع من برنامجكم صحة وسلامة. طبعا البرنامج اللي كيحمل معاه دائما مواضيع كتهم الصحة والسلامة ديالكم. اليوم غادي نتكلموا على مشكل صحي كيحمل اسم التليف العضلي. شنو هذا المشكل؟ باش مرتبط؟ شنو هي الأعراض ديالو؟ كيفية التشخيص وكذلك كيفية العلاج؟ هي كلها نقاط غادي نكتشفوها ونتعرفوا عليها اليوم مع الدكتور مصطفى الودغيري اللي هو طبيب أخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة. صباح الخير وأهلا بك دكتور ودغيري، مرحبا بك معنا. صباح الخير جميع المستمعين والمستمعات. أهلا وسهلا. إذا اليوم موضوعنا على التليف العضلي. نعم. ربما هو الاسم ديالو ما معروفش بزاف، ولكن الأعراض لما غادي نتكلموا عليها الكثير من المستمعين الكرام غيلقى نفسه كيعرفها. أرقام تواصل معنا ومرحبا بكل أسئلتكم أوفيانا كالعادة. أرقامنا هي أكيد راه الإشارة 0522 46 72 50 51 أو 52 أو 0522 43 00 09. كيمكن لكم كذلك تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080. فقط ما تنسوش ودائما كنذكركم أنه في أول SMS كتكتبوا كلمة صحة SHA كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا السؤال ديالكم للرقم 5080. ورجعنا على ميد غاديو دائما الإذاعة القريبة منكم في حلقة اليوم من برنامج صحة وسلامة. كيف ما شرنا في بداية الحلقة، اليوم موضوعنا على التليف العضلي بحضور الدكتور مصطفى الودغيري طبيب أخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة. ما تنسوش أرقام تواصل معنا هي 0522 47 72 50 51 أو 52 أو 0522 43 00 09 وعن طريق رقم 5080. ما تنسوش في أول SMS كتكتبوا كلمة صحة SHA كتخلوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤال للرقم 50-80. تليف العضلي دكتور ودغيري كمشكل صحي الأخصائيين كيفاش كيعرفوه؟ نعم، التليف العضلي والفرنسية كنسميه بلا فيبروميالجي، هو مرض مزمن منتشر بشكل كتير ولكن مع الأسف غير معروف. يعني الناس ما كيعرفوش وحتى وسائل الإعلام ما كيتكلموش عليه بزاف في الميديا. فمن غنبدا نتكلموا على العلامات ربما الناس غادي يعرفوا بأن واحد مجموعة الناس كيعانيوا من هذا الشيء. هذا غير حنا ما بغيناش يعملوا الإسقاط على أنفسهم. نعم. دكتور ودغيري غنحاول إن شاء الله باش نبسطوا. هو التليف العضلي ومرض موزيك كما قلنا كيصيب خصوصا النساء بين 30 و 50 سنة، معروف خصوصا بالألم. الألم هو لو ميتر سيمبتوم، يعني المشكل الأساسي هو الألم اللي كيصيب الجسم وخصوصا العضلات، عضلات الجسم، جميع عضلات الجسم. فإنسان كيبقى يتشكى بالحريق في التد ديالو، في ظهره، في رجلي، في يديه إلى آخره. وهذا الألم هذا ما كيكونش يعني بلاصتو معروفة بالضبط، كيقدر يصيب الذات كاملة. نعم. وكيكون مصحوب كذلك باضطرابات في النوم، بالقلق، بعض المرات بحالات اكتئاب كذلك. وكذلك الإنسان كيقول لك أنه كيلقى مشكل حتى في التركيز، حتى كيبدا يفقد حتى شوية الذكاء، كيقول لك أنا باقي صغير وما كنعقلش مزيان وما كان. فهو مرض اللي هو معقد خصوصا الألم اللي كتكون في الذات، ولكن كيكون مصاحب واحد مجموعة ديال الأعراض أخرى اللي شرنا لها. إنسان كيكون بحتى رجليه كيكون كيوجعو، كيتسمى لو سيندروم دي جامب سان روبو، رجليه كيكون كيوجعين لي مولي ديالو. فهو كيقيس الذات تقريبا كاملة، وخصوصا كنلقاوه بزاف عند النساء. وكان هذا هو سؤالي، علاش النساء أكثر عرضة لهذا المرض أكثر من الرجال؟ لأنه هو مرض عفوا هو مرض عضوي ونفسي. هو السبب ديالو غير معروف بالضبط، ما كنعرفوش علاش. كاين بعض العوامل اللي كتكون ممكن تسبب في هذا الشيء هذا، بحال الوراثه اللي كتلقى بحال دابا العائله، كتلقى نفس المشكل عند الاب وعند الام وعند الاب وعند الخوت كذلك. كاين مشكل كذلك ديال التلوث داخل فيه، وكاين مشكل ديال لو ستريس. فعلاش بالضبط النساء وماشي الرجال؟ ربما كاين العامل النفسي، ربما الضغط اللي كتعيشه المراه باش التوفيق بين العمل في البيت وبين العمل في يعني في الدار الى اخره، وفي المسؤوليه اللي عندها كبيره، لو ستريس اللي كتعيشها المراه كثير حاليا. فهذا كيجعل انه خصوصا كيصيب النساء اكثر من الرجال. كنشوفوا حالات عند الرجال ولكن قليله، فخصوصا النساء اللي كيعانيوا من هذا المشكل الصحي. نعم. وقلت لي اللي دهشني بزاف دكتور ودغيري انه مازال سن مبكر، يعني ما بين 30 و 35 سنه. يعني سن مبكر بزاف. هذا الوقت الانسان كيكون في اوج العطاء ديالو،
كيصيب فعلا الناس اللي كيكونوا في اوج العطاء ديالهم, كيكونوا ديناميك, كيتحركوا بزاف, كيكونوا كيعيشوا واحد الحياه اللي هي نقولوا يعني كيعطوا فيها كثير, فهما اللي كيقدروا يتصابوا اكثر. كنكشفوا بعض الحالات حتى عند الشبان او حتى عند المسنين ولكن قليله, خصوصا في هذا السن هذا. والمشكله ديال هذا المرض هذا كما قلنا انه العلامات ديالو هي كثيره وماشي يعني مركزه في واحد العضو معين. داكشي علاش ملي كيجي المريض عند الطبيب كيشكيلو بزاف ديال الامور, ومشكل انه ما كيتمش التشخيص بواحد الصفه مبكره, وكنبقاو يعطيو الاطباء بعض غير ادويه ديال الالم, او المريض كيبقى ياخذ بعض الاعشاب او الادويه. غنتكلموا على دور المسكنات كذلك. نعم. في هذا المشكل الصحي. نعم. واش فعلا كتلعب دور او لا؟ نعم. وغادي نتكلموا يعني وليد شني فيه اكثر دكتور بدغيري, انه كيف ما قلتي لحد الان الاطباء ما قدروش يكشفوا شنو هو السبب ديالو. نعم. مرتبط ربما بعوامل اللي كتحفزه اكثر وكتخليه يبان, ولكن السبب راه مازال غير معروف. غادي نتواصلوا مع المستمعين الكرام وناخذوا اول مكالمه معنا. سعاد على الخط من مدينه الرباط. صباح الخير سعاد. صباح الخير لله. مرحبا بك معنا. الله يخليك. بغيت نسول الدكتور على هذا المرض اللي كيتكلم عليه. نعم. انا كنحس بالحرق في الذات ديالي كامله, بحال السودانيه عندي محكوكه ليا في الذات ديالي كامله. نعم. شحال في العمر ديالك لله سعاد؟ عندي 48 عام. 48 سنه. شحال تقريبا وانت عندك هذا المشكل؟ كان عندي بادي شويه في العنق ديالي, كان عندي داك الاحتكاك ديال الخطخوص. نعم. مشيت لعند الطبيبه وديكشي وكتعطيني غير دواء مسكن. بقى كيتسكن ليا وديكشي وعطاتني هذاك ديال العنق, ومن بعد شويه دابا هذا العام حسيت بداك الحرق بزاف. واخا لاله سعاد, تعطينا فكره على طبيعه العمل ديالك, شنو كديري؟ واش جالسه في الدار كتخدمي؟ لا كنخدم. لا كنخدم. شنو الخدمه ديالك؟ الوظيفه. نعم. بالنسبه للدار كاين شويه ديال الشقا في الدار؟ ولا بدا. واخا نجبوك ان شاء الله لاله سعاد. شكرا لك توصلتي معنا. شكرا بارك الله فيك. شكرا لك. العباره اللي استعملت سعاد ديال السودانيه كنحس. نعم. بها في الذات ديالي ربما تعبير يعني وصلنا جميع دكتور دغيري. تعبير ممتاز. يعني الحريق فعلا. بالضبط الحريق في هذا الشكل كيكون. في حريق كيكون فعلا في الذات. كاين اماكن اللي هي اللي كيبحث عليها الطبيب المختص. ومن ضمن هذه الاماكن فعلا كيكون العنق. لان ناكدوا على انه بعض الاماكن كتاثر الالم, يعني ما كيكونش كيحس الانسان كيقوم الحريق في ذاته كامل, ولكن الطبيب اللي كيدير يقلب في بعض الاماكن اللي هي 18 المكان. كنقلبوا عليها وكنشوفوا انه فعلا كتقدر تشير لنا ان المرض موجود. فمن ضمن الاماكن اللي كاينه كاين العنق, كاين بين الكتفين, كاين في الصدر كذلك, كاين في الركبتين, وكاين في المرفقين. دونك هادو الاماكن اللي هي كثيره بزاف. كنحاولوا بالطريقه ديال التشخيص ديالنا كنحاولوا انه نتيرو داك بحال المناطق ديال الزناد ديال الالم, كنحاولوا حنا اون بروفوك لا دولور داك التقليبه ديال الطبيب المختص. المشكل انه هذا المرض هذا التشخيص ديالو كلينيكي, يعني فقط الفحص ديال الطبيب, لان حتى التحاليل ما كتساعدناش كثير, ما كتبينش حتى شي حاجه. ما كتبينش. التحاليل مهمه, كنقوموا بالتحاليل علاش؟ باش نحاولوا يعني نشوفوا بان ما كاينش مرض اخر, لان ملي كنقولوا هذا الالم في هذا الشكل يقدر يكون امراض اخرى اللي كتسبب. ماشي دائما الانسان اللي عنده هذا الشيء راه عنده هذا المرض ديال الفيبروميالجي او التليف العضلي. كاين امراض اخرى كالارتروز كاليروماتيز, كاين مجموعه ديال الامراض. خصنا ضروري ان نقوم بواحد مجموعة ديال التحاليل وكذلك لي راديو اللي كنديرهم باش نشوفوا فعلا واش كاين شي حاجه في الذات ولا ما كايناش. وكيف ما قلنا انه تشخيص فقط كلينيكي, ما كنلقاو حتى شي حاجه في التحاليل ديالنا. وشي باش كما كيقول لك انا كنعاني وكان عندي الم كثير واضطرابات في النوم ومحس براسي ماشي مرتاح وعيان, وكتقول لي التحاليل ما فيها والو. فهنا فعلا هاد العلامات هذه كلها كتشير لنا انه المرض في الغالب موجود. نعم. نمشيو نتواصلوا هاد المره مع حنان من مدينه طنجه. صباح الخير حنان. صباح الخير لاله. مرحبا بك معنا. الحمد لله. حنان بزاف على هذا البرنامج. حنان غير سمحي لي لانه وحدك شويه ديال الضجه فما كنسمعوكش مزيان, وغيكون تشويش المستمعين الكرام. كنظن انك غدا في الطريق. لا لا انا خدامه. نعم واخا, غير رفعي الصوت ديالك شويه اكثر حنان باش نسمعوك. دابا كتسمعني مزيان؟ نعم. لا على كل اولا نشكركم وشكرا بزاف الله يجازيكم بخير, ونشكر الدكتور اللي معك. شكرا لك حنان. سؤال يعني ملي بدا الدكتور كيتكلم في بدايه الحلقه هو جميع الكلام اللي قالوا انا كنعاني منه. لا من الناحيه النفسيه يعني ذاتي حقيقه تتحرقني كامله. حد يقول انني رانا تنقلي في يعني كنحس بدا ديالي تتحرقني خصوصا على مستوى الثدي ديالي. نصف خوتي في حرق كثير في الرجلين ديالي في يدي, بعض ما توقع لي الاحباط وانا ماشيه ما تنبقاش قادره نمشي. عدم التركيز
ما تقدرش تركز حتى في الشغل ديالك، ما تقدرش تركز، هز هادي نزل هادي، ما تنعرفش راسي شنو غنقدم شنو غنأخر. عصبية بزاف، محضاجة ما تصورش، مكتئبة بزاف، وتنبكي بزاف، الأعصاب ديالي تعبانة بزاف، وهذا الشيء هذا كامل تيسبب لي على بعض المرات ما نقدرش نجي للعمل، يعني ما نقدرش نزيد نخدم، تنحس أن الطاقة ما رقدليش. يا ريت أن الدكتور يفيدني وأمي يعني يشرع لي شنو نعمل. واخا حنان، حنان شحال في العمر ديالك؟ انا في العمر ديالي 33 سنه. واخا مزوجه حنان؟ مطلقه، وهذا هو السبب على ما اظن، هذا هو السبب الاول، يعني من بعد ما طلقت هذه 6 شهور هذه الاعراض هذه كامله جمعت عليا في نقول لك في ظرف اسبوع. نعم. كاين وليدات حنان ولا لا؟ عندي 3 الوليدات وعصبيين معايا وعصبيه معاهم. نعم. شحال في العمر ديالهم؟ مازال صغر. عندي العيل عمره 7 سنين، بنيته الوسطانيه 11 سنه تقريبا، والكبيره واللي سبب المشكل واللي تنعاني معها بزاف 13 سنه. 13 سنه، نعم. كلهم كيعيشوا معك حنان؟ كلهم كيعيشوا معايا، وكلهم عايشوا نفس الظروف اللي عشتها انا، يعني داك الشيء عاشوه معايا مرحله بمرحله. نعم. واخا نجاوبك حنان، شكرا لك توصلتي معنا من مدينه طنجه. شكرا لك يا حنان. دائما كنشيروا في برنامج صحه وسلامه دكتور مصطفى الوغيري انه كل ما هو نفسي كياثر على ما هو عضوي والعكس، ومن خلال الاتصالات ديال المستمعين الكرام دائما كنكتشفوا هذا الامر انه بالفعل صحيح. هذا المرض لا فيبروميالجي ولا التليف العضلي هو ليكزومبل، يعني التيبيك ديال الامراض اللي هي عضويه نفسيه. يعني كاين الجانب العضوي، لان كاين الالم، وكاين الجانب النفسي اللي كيزيد يضغط. وتكلمنا قبيلا على الاسباب، كاين فعلا انه ملي كيكون ان ستريس، يعني واحد الضغط سواء كان نفسي ولا حتى مرض، ربما انسان تصب شي مرض وصعيب ولا هذا، حتى هو كذلك يقدر يتسبب له في هذا المشكل اللي كنتكلموا عليه حاليا. كيكون ان ستريس بسيكولوجيك، سواء كان مشكل في العائله او كان مشكل وفاه او طلاق او الى اخره، هذا الشيء كيجعل انه يقدر يكون فاكتور ديكلونشور، يقدر هو اللي يبين المرض، ربما يكون خفيف من قبل، ولكن كيكون واحد الحاله حاده ديال ان ستريس بحال هذا الشكل كيبان المرض في هذا الشكل، والانسان كيبدا يعاني. كيف ما تكلمت الاخت حنان، فعلا هذا الالم في هذا الشكل اللي في الذات ديالها، الاكتئاب، عدم التركيز، العياء، ابسط حاجه كتبكيها فعلا. فهنا خص ضروري انه العلاج يتم بسرعه، لان علاش؟ لان هي فعلا هذا المشكل كيولي اثر على لا كاليتي دو في، على جوده الحياه. الانسان كيولي كينعزل، كيولي كيكتئب، كيولي ما يقدر يدير حتى شي حاجه، لان ديما كيسوفر، ديما الحريق، ديما ماشي هو هذاك، فكيولي يقدر ينعزل. وكنزيدو الطين بله، انه كيسال يدخل في واحد الدوامه ديال الاكتئاب وديال المشاكل النفسيه الى اخره. فكل ما كان العلاج بكري، كما كاين الادويه اللي كنتكلموا عليها من بعد، كانسان كيقدر تحسن الحاله ديالو. وفقط ما كاينش غير الدواء، كاين الدواء، وكاين كذلك المواكبه النفسيه، وكاين بعض النصائح كنقدروا نعطيوها كذلك باش الانسان يتحسن الحاله النفسيه ديالو. كنت شرط انه السؤال ديالي غيكون دكتور مصطفى الوغيري على دور المسكنات بالنسبه لهذا المشكل الصحي، لاي مدى كتلعب شي دور كيكون مهم؟ هو المسكنات فقط وقت ديال الالم، وقت اللي كيكون الالم كينقص الالم، كنستعملوا هاد المسكنات في واحد الوقت معين، ولكن ما خصوش الانسان يبقى ياخذهم بصفه مستمره. يولي مدمن عليهم. لان كيولي عندهم مضاعفات كثيره، مضاعفات جانبيه، خصوصا بالنسبه للمعده والكلي والقلب. فهاد المسكنات كنعطيو واحد الفتره وجيزه ديال نهار، يومين، ثلاث ايام على حسب الالم، ولكن خصنا نعطيو ان تريتمون دو فون، يعني واحد الدواء اللي كيحاول انه ينقص هذاك الضغط وينقص من ذاك الحاله الصحيه اللي كينقص يعني منها المريض. نعم. بالنسبه للعلاج عاده كيكون عباره على شنو؟ نعم، العلاج العلاج اللي هو دوائي، الادويه اللي كنستعملوا اللي هي المسكنات، فكيف ما قلنا ادويه هي خاصه بهذا المرض اللي هو كيعرفوا الاطباء المختصين في الطب الباطني وفي امراض الروماتيزم، هما اللي هما في الغالب هما اللي كيعينوا هذا المشكل الصحي ديال الفيبروميالجي. كاين ادويه، وكاين كذلك المواكبه النفسيه، لان كما قلنا كيكون العامل النفسي كيكون قوي، وضروري ان الانسان الشخص المصاب خصو يشوف اخصائي نفساني باش يساعدوا من الحاله النفسيه ديالو. وكاين كذلك بعض النصائح اللي هي علاج طبيعي اللي هو مهم جدا، كالمساج، كاين الانسان اللي يقدر يدير حركات رياضيه، حركات رياضيه في المسبح، السباحه ممتازه كذلك، انسان اللي يقدر بحال اليوغا، بحال المسائل اللي غادي تخلي انه ينقص ذاك الضغط عليه، كتساعده كثير انه يتجاوز هذه المرحله، خصوصا المرحله اللي يكون فيها الالم كثير. نعم. غنرجع لعندك مازال دكتور مصطفى الودغيري، طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه. طبعا موضوعنا اليوم على التليف العضلي في برنامج صحه وسلامه على الاذاعه القريبه منكم دائما مدغاديو. فاصل اعلاني وراجعين لكم، خليكم معنا.
التليف العضلي هو مرض مزمن كيصيب النساء أكثر من الرجال في سن مبكر بزاف كيتراوح ما بين 30 و 35 سنة، وهو مرتبط بالكثير من العوامل، منها الوراثة، المناخ اللي كيعيش فيه الإنسان، ومرتبط كذلك بالتوتر والضغط النفسي اللي كيتعرض له الإنسان إما نتيجة ظروف قاسية كيعيشها أو لصدمة تعرض لها وما كانش متوقعها. لذلك التشخيص المبكر لهذا المرض هو مهم جدا. في الغالب العلاج كيكون في الأول بمسكنات لتخفيف الألم، ومن بعد ضروري تكون مصاحبة نفسية عن طبيب أخصائي كذلك. وهنا نصيحتنا لكل الناس اللي كيعيشوا مثلا في هذه الظروف، وطبعا كيف ما كنشيروا أنه كل ما هو نفسي كيأثر ما هو عضوي، فناخدوا على قدر الإمكان الأمور بأبسط، خصوصا لما تكون شي حاجة اللي ما كتستاهلش. ما نساوش كذلك ممارسة التمارين الرياضية، راه كتأثر كثير على النفسية ديال الإنسان. ممارسة هواية مفضلة عندنا كيف ما كانت، المهم أن نكونوا حنا كنرتاحوا ليها وكنلقاو فيها أنفسنا. فهذه كلها نقط بسيطة بزاف ولكن كتلعب بدور مهم جدا في العلاج من هذا المشكل الصحي. كانت هذه فقط نصيحة اليوم. لقاءنا مازال نتواصل معكم كل أوفياء في حلقة اليوم من برنامج صحة وسلامة. مرحبا بكل أسئلتكم، وأرقامنا هي 05 22 46 72 51 أو 52 أو 05 22 43 00 09 أو عن طريق رقم 5080، هو دائما رقم من أجل التواصل معنا عبر رسائل SMS. فقط ما تنسوش في أول SMS تكتبوا كلمة صحة SHA، كتخلوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤال ديالكم للرقم 5080. معنا SMS دكتور مصطفى الودغيري من عند زهير من مدينة السطات، كيقول في العمر ديالي 50 سنة، عافاكم أنا بغيت غير نسول دكتور ودغي، كنتسنى باش يكون معكم في الحلقه ونسولو، لانه انا الا طولت الجلسه بزاف فاش كنوقف الرجل ديالي كتشعل فيها قلب بحال هكا، كتشعل فيها العافيه والحريق بزاف، وكنبقى واحد المده ديال نصف ساعه حتى ساعه كنعرج بها، ما كنمشيش عادي. هذا المرض واش عنده علاقه بالتليف العضلي ولا لهذا المشكل؟ يعني صعيب الإجابة على السؤال، لأن المريض في ما كتعرف اختلافات خص الفحص باش الإنسان كيتعرف بالضبط على التشخيص. هاد الحالة وبما يكون مشكل أكثر ديال الأسياتيك، لأن العصبة كتكون اللي معروف بعرق بوزلوم. بعرق بوزلوم فعلا كيكون كيحس الإنسان بالحريق، وخصوصا مع من الجلاس، ومنين كيبغي يوقف أنه كيلقى مشكل في الحركة، وخصوصا ذاك الحريق اللي يكون في الرجل اليمنى أو اليسرى. ولكن الأفضل أنه يشوف طبيب باش يشخص أكثر واش مشكل ديال الأسياتيك ولا مشكل عضلي او مشكل اخر. اذا كاين هذا الاحتمال مطروح ديال عرق بوزلوم او معروف كذلك بعرق النسا. غادي نتواصلوا هذه المره مع سميه من مدينه مراكش. صباح الخير سميه. صباح الخير اختي لاباس. مرحبا بك معنا سميه. بخير. مرحبا. شنو هو سؤالك؟ مرحبا. تنشكر الاستاذ الودغيري الله يجازيه بخير، شحال هذه عافاك وانا كنبغي نتصل به. سؤالي هو الله يجازيك بخير، عندي واحد الركبه الجهه ديال اليمين مي تنبغي نسجد ما تطوالي شيء، هذا المشكل الاول وكثر فيا، يعني تنصلي وانا غير جالسه وذكر مرافق ديالي هما تيعقروني مره يضربوني بحال شكل هذا سميتو ويقصهم بيدي بالالم فيهم، والمقعد ديالي حاشاك الا جلست وبغيت نوض تلقى صعوبه باش نقدر نوقف. الو كنسمعوك سمي. تلقى صعوبه باش نوقف ومشيت عند الطبيب ودرت الراديو وقال لي زعما بحال اللي بسط لي الامور وعطاني واحد الدواء زعما بحال مسكين، وكنا كان عندي امل انني غناخذو غادي نستطع بعد على الاقل نطوي الركبه ديالي باش نقدر نصلي، لان تاثر فيها ما تنسجد شيء. وبغيت نسول شنو عرفك الارشادات اللي ممكن يرشدني، شنو فين نمشي مره اخرى، واش كاين شي تغذيه اللي تعاونني في هذا ولكن قبل واخا لاله سميه شحال في العمر ديالك؟ انا دابا عندي 51. واخا تعطينا فكره على الوزن ديالك والطول شحال؟ الطول ديالي تقريبا 1.60 متر. واخا شحال عندك في الوزن؟ الوزن ديالي تقريبا عندي 68 70. إذن حتى 70 كيلو. واخا نجاوبك ان شاء الله لاله سميه، شكرا لك. على الاقل غير يقول لي شنو الاطباء النوع ديال الطبيب اللي غنمشي عنده، هذا اللي مشيت عنده ديال العظام وجراح. نعم. مرحبا شكرا لك لاله سميه، كنتي معنا من مدينه مراكش. اول مشكل واللي حسيت انه مؤثر في سميه بزاف هو المساله ديال السجود في الصلاه. ربما كتحس كانها يعني راه شي حاجه ناقصه، يعني ربما داك الخشوع في الصلاه او لا كتقول لا راه شي حاجه ناقصه، لانه الركبه ديال اليمنى ما كتقدرش نهائيا طويها. يعني الشيء اللي كيخليها فقط الصلاه ديالها ولا الفريضه ديال الصلاه كتقوم بها وهي جالسه. فهنا باش نقدروا نصحوا، حنا سولنا على السن ديالها 51 سنه دكتور ودغيري، بالنسبه للطول 1.60 متر، الوزن ديالها 70 كيلو. الالم اللي كتعاني منه الاخت سميه فعلا الالم في الركبه اليمنى قلت،
كي خلق المشكل انها تقوم بالمسائل العاديه ديالها في الحياه اليوميه ديالها، خصوصا في الصلاه، اداء واجب الصلاه. لهذا المشكل في ديال الركبه في الغالب حل كيكون عنده مشكل ديال الغضروف، ديال لاختروز كنسميوه لاختروز. الانسان ما يقدرش يتني الركبه ديالو، عنده الحريق، ملي يتحرك كيبدا يجي الحريق الى اخره. الم ديال الركبه عنده علاقه بالحركه خصوصا، وكيبان عندها علاقه بسكون بي لاختروز، يعني تاكل الغضروف. فهنا من الافضل انها دير ان بيلون راديولوجيك، تشوف طبيب مختص، اما اخصائي في امراض الروماتيزم الروماتولوج، ولا اخصائي في الطب البطني كذلك الانترنيس، باش كتحاول يشخص فعلا واش مشكل فقط في لاختروز، ولا كاين مشكل اخر، ربما مشاكل اخرى في لي ليغامون في الاوتار، او في روابط لي ليغامون او لي طوندون. فهنا خص تشوف طبيب مختص باش يشخص فعلا. بالنسبه للوزن ديالها ربما شي شويه زايده على العادي، لان الافضل تكون فيها 60 كيلو او 58، تقريبا 10 كيلو زايده. 10 كيلو اللي قدرت دير واحد المجهود باش تنقص الوزن ديالها، غتحس بافضل، لان كتعاني كذلك الم في اسفل الظهر، وهذه حتى هي كذلك من العلامات ديال لاختروز، لان لاختروز كتقيس تقريبا جميع المفاصل، وخصوصا ركبتين والظهر وكذلك العنق ديالها. فهنا اللي غادي تنقص الوزن غادي ينقص الضغط على المفاصل، وغادي تحس بواحد الراحه، تحسن ان شاء الله. نعم، اذا كنتمنوا عرفتي حتى يعني التخصص اللي غتوجهي ليها سميه، كوني تواصلتي معنا من مدينه مراكش، وربما غيفيدها حتى في المشكل اللي عندها على مستوى المرفقين ديالها. قالت لي قاسم كانه كيضرب الضو، يعني كاين الحرق فيهم. المشكل ديال المرفقين فعلا لاختروز ما كيقيش المرفقين، يعني نادرا. هنا خصها تشوف الطبيب اللي غادي يفحص، يشوف واش المشكل فعلا في المفصل او مشكل في العصب اللي كيدوزوا في ذاك المكان ديال المرفقين. نمشيو هاد المره نتواصلوا مع مريم على الخط من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك مريم. اهلا وسهلا، مرحبا بك. مبروك، شكرا دكتور. الله يخليك، بغيت نتواصل مع الدكتور. مرحبا. الله يخليك، عندي مشكل ديال الظهر، كيضرني ظهري بزاف بواحد ما نقولش لك. يعني الا تمشيت بزاف، الا نعست على ظهري بزاف الصباح ما كنقدرش نوض، لا مشيت للحمام وبقيت جالسه في الكرسي كيضرني، يعني واحد الدران ما نقولش لك. نعم. مريم اعطينا شحال في العمر ديالك والوزن والطول. 43 سنه تقريبا، وعندي في الطول 1.58 متر، في الوزن ديالي عندي هكذاك ما بين 56 حتى 60 بعض المرات كنوصل. نعم، والالم واش خصوصا في الحركه ملي كتوقف كتمشى، ولا حتى ملي كتكون نعسه؟ دابا ملي كنكون واقفه كنخدم. نعم. واقفه كنكون نشقى في كوزينه وداك الشيء ما عنديش مشكل، غير كنجلس كنبغي نوض، كنجلس واحد المده كنوض كيوجعني ظهري. لكن غادي مسافرين ولا حاجه كنهبط لا ميم شوز، ظهري كيوجعني. مع ذلك انني كنت رياضيه وكندير الرياضه، ما كنجلس، كنتسخر بزاف كل شيء، نعم. واخا نجاوبك ان شاء الله مريم، شكرا لك. شكرا، صباحكم مبروك. الله ينور عليك ان شاء الله. شكرا لك مريم، كنتي معنا من مدينه الدار البيضاء. طيب قبل ما نجاوبوا مريم، ناخذوا ربيعه من قنيطره، ما نخليوهاش كتسنى بزاف لان هذه مده وهي معنا. اهلا بك ربيعه. للاسف انقطع معها الاتصال، نمشيو ناخذوا امه الله من الرشيديه. صباح الخير امه الله. صباح الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام. الراديو اللي حداك، الراديو رجاء انطفيه ولا بعدي عليه وسمعينا من التليفون. شكرا لكم بزاف، شكرا لكم اختي عفاف على البرامج اللي تديروا. شكرا لك. شكرا بزاف، تحيه للدكتور. مرحبا. الله يعطيك الستر، انا عندي الالم بزاف في الظهر والرجل اليسريه. وعندي دابا يعني الاعراض، عندي تنعس بزاف، كثرت النوم والعياء، العياء بزاف. المهم خلاص كنت درت سكانير، درت تشخيص، وعندي سياتيك. الحاله ديالي S1L5. واش عنده علاقه مع هذا المرض اللي قلت يا دكتور؟ الله يجازيك بخير. واخا امات الله، شحال في العمر ديالك؟ 42 عام. واخا تعطينا فكره على الوزن والطول، شحال عندك؟ نعم، عندي في الوزن 84 والطول 1.70 متر. الالم اللي عندك فقط في الظهر، ولا عندك كذلك في اماكن اخرى في الجسم؟ عندي في الظهر دكتور، في الظهر والرجل اللي سريتها يهبط عليها الحريق بزاف بحال الضو. نعم. ودرت خلاص شي مسكينه في ذاك الاول، هذه شي عام، وعييت بهم ما قديتش لهم، درني المصران. المهم دابا راني، المهم غير شويه الراحه، ما الراحه زعما هي باش تلقى شويه. نعم. ما عندكش الم بين الكتاف ولا في الصدر ديالك ولا في اماكن اخرى؟ لا الحمد لله، لا الحمد لله، الذكر وقراءه القران وديك المسائل الحمد لله تنستعن بها. ولكن مازال مع كما قالت الاخت اللي قبل مني، كنت ناشطه مزيان، كنت زعما خدامه مزيان وتنتحرك مزيان شويه تحت مره. نعم.
نجاوبوك ان شاء الله. شكرا لكم بزاف عسل. العفو، شكرا لك امه الله، وان شاء الله دعوتنا لك بالشفاء العاجل والقريب لك ولكل مريض. وتحيه المستمعين الكرام من الرشيديه. مريم وامه الله، نفس المشكل على مستوى الظهر ديالهم دكتور وتخيل. هنا فعلا المشكل ديال الم الظهر فالاسباب ديالو متعدده، ولكن كيبقى انه التشخيص كيبقى الطبيب خصو يقوم يعني بالفحص ديالو باش كيعين بالضبط الاماكن اللي فيها الالم. وكذلك كاين لي زيكزام يعني التحاليل ودي غاديو اللي كيداروا باش نعرفوا واش كاين سياتيك، واش كاين لاختروز، واش كاين مشكل في المكان ديال النخاع الشوكي، كتكون تما كان لومبيري 3 كيكون ضيق. فهنا كنديروا لي غاديو عاديين وكنديروا ان سكانير، كنديروا بافوا حتى اون ايغام باش نشخصوا بالضبط. لان ملي تكلمنا في بدايه الحلقه على هذا المشكل ديال التليف العضلي، قلنا انه مشكل اللي كيقيس الجسم كامل، الاماكن ديال الجسم خصوصا العضلات والاوتار والروابط يعني لي ليغامون لي طوندون اللي كنسمحنا العصب ديال الذات. ولكن خصنا نتيقنوا انه فعلا ما كاينش مشكل اخر، ما كاينش مشكل ديال لاختروز، ما كاينش مشكل ديال السياتيك، ما كاينش مشكل ديال الروماتيزم. كاين بعض الامراض الروماتيزميه لي روماتيزم كيديروا حتى هاد الالم في هذا الشكل هكا. فبالنسبه للاخت مريم ولا بالنسبه للاخت امه الله، الافضل انه فعلا تقوم بواحد مجموعه ديال التحاليل. هادشي التحاليل اللي بينوا انه ما كاينش مشكل، لان لي غاديو جاو مزيانين والتحاليل ديال الدم جاو مزيانين، ربما يكون هاد المشكل ديال المرض قد يكون فيهم. وسولات امه الله هي في الكشف، يعني لما عملت كل التحاليل اللي هي لازمه، الطبيب قال لها انها مصابه بعرق بوزلوم او السياتيك. فهي كتسول واش مرتبط بالتليف العضلي ولا لا. لا لا, لا ما عندهمش ارتباط نهائيا. ما كاينش ارتباط، كلها والشكل المشكل ديالو كلها بالنسبه للبوزلوم ولا السياتيك. كيقيس العصب اللي خارج من الظهر، الاسياتيك، واحد لونير اسياتيك كيتسمى. اما المشكل ديال التليف العضلي فمشكل كيقيس العضلات، جميع العضلات في الجسم. الالم كتكون في جميع تقريبا في جميع الاماكن ديال الذات، وما كتكونش واحد مكان معين بالضبط. فكيكون الانسان يحس بالحريق بذاته كامله، كيحس براسو فاشل، يعني مرهق. كما قلنا انه الالم عنده في الذات ديالو كامله وماشي واحد المكان بالضبط. وكيبقى الطبيب في التشخيص ديالو اللي كيقدر يحدد الاماكن اللي تكلمنا عليها 18 المكان، كيقدر بالضبط يحددها ويعرف انه فعلا واش كاين هذا المرض ولا لا. نعم. معنا اسمس من عند منير، كيقول انا مهندس في البناء هذه المده ديال 10 سنين. كل الاعراض اللي هضر عليها اليوم دكتور ودغري كيقول انها عندي، زائد المشكل ديال الرعاف. كيقول انه كيفيق الصباح، ما كيقدرش يتحرك نهائيا، العضلات ديالو كلهم كيضروه، الحريق في الذات ديالو كامله، وما بين يعني لما كيفيق واحد المده ديال 10 دقائق هو الرعاف عنده. كيقول واش التليف العضلي كيعطي حتى واحد من الاعراض هو الرعاف؟ لا، ما كاينش يعني واحد السبب مباشر ملي كنكون رعاف. الاسباب ديالها معروفه، فخص يشوف مشكل ديال الضغط الدموي او مشكل في الانف، فخصو يشوف الطبيب المعالج ديالو، الطبيب العام، ويشوف كذلك طبيب اخصائي في الانف والحنجره باش يشوف واش ما كاينش مشكل في الانف. اما ما كاينش يعني واحد الصله مباشره بين التليف العضلي وبين هذا المشكل ديال الرعاف. ربما الرعاف كيخلق واحد المشكل ديال الضغط النفسي، واحد المشكل ديال التاثير النفسي اللي يقدر بعض الحالات انه الانسان يحس بالاعراض في هذا الشكل. نعم. احنا لقاءنا مازال نتواصل مع كل اوفياء في حلقه اليوم من برنامج صحه وسلامه على الاذاعه القريبه منكم دائما ميد راديو. ارقام التواصل معنا دائما هي راه الاشاره 0522 46 72 50 51 او 52 او 0522 43 00 09، والى عن طريق رقم 5080. كنذكركم دائما ما تنساوش في اول اس ام اس كتكتبوا كلمه صحه اس ا اش ا، كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بالسؤال ديالكم للرقم 5080. موضوعنا اليوم في برنامج صحة وسلامة على التليف العضلي بحضور الدكتور مصطفى الودغيري، طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخ وخا. ورجعنا باش نتواصلوا مع باقي المستمعين الكرام، ناخذوا تساؤلات ديالهم ان شاء الله ونجاوبوا عليها. غادي ناخذوا خديجة هاد المرة على الخط معنا من مدينة الدار البيضاء. صباح الخير خديجة. صباح النور. مرحبا بك معنا. لاباس عليكم لالا؟ الحمد لله. الله يخليكم علينا. بارك الله فيك. انا عندي ملي كنفيق الصباح، المهم انا عندي الكلاكاج ديما، واش هاد الكلاكاج تو من مع هاد المرض. وملي كنفيق الصباح ما كنقدرش نسد يدي بحالكم، ما كنقدرش نسد صبعاني، ما كنقدرش نسد بحال البونيه، ما كنقدرش نديرها ياك. وعندي نفخ في رجلي بحال اللي كيقولوا بحال الرجلين ديال الفيل. والعيا واش هاد المرض، هاد الشيء اللي عنده شو من ديك بحال هاد المرض اللي قال الطبيب، ولا يشوف شي بلاصه نمشي شي طبيب. شحال في العمر ديالك لاله خديجه؟ 48. 48 سنه. سبق لك مثلا ديك الفحوصات الدوريه، عكس عملي التحاليل مره ولا لا؟ درت تحاليل، كنت عند دوزت عند طبيب باطني، قال لي ما عندك حتى شي حاجه. علاش كنتي درتي التحاليل؟ شنو التحاليل اللي كان عطاك؟ المهم التحاليل كلهم، درت البيلون كله، وقال لي عندك شحمه في الكبده. شحمة في الكبده. مش كتعطي هذا الشيء ولا؟ واخا. وخديتي عليها علاج ولا لا خديجه؟ لا ما عطيتها حتى شي علاج، قال لي ديري غير الرياضه صافي.
وكتعمل الرياضه شويه وريجيم عاملاهم؟ ثلاث ايام في السيمانه قال لي بقات نتمشى نص ساعه وقال لي دير الريجيم بقى تاكل ليدام والبيض وداك الشيء صافي هادشي اللي قال لي. هادشي كتعاني كلاكاج انا مني تنفيق في اي وقت كيشتني كلاكاج كنت بغيت نوض من الفراش بغيت نجلس بغيت في اي ساعه نكون نصلي يعني هذا الكلاكاج زعما ما لقيت ما ندير ليه. هاد المشكل كتعاني منه مده طويله ولا غير الايام ولا؟ لا لا شحال هذه تقريبا شحال سنتين ثلاث سنوات اكثر بحال هكذا شي ربع سنين ولا خمس سنين. وما تمشي عند اي طريقه نقولها لي ما تي المهم تيقول لي تمشي صافي واخا. الالم اللي عندك الاخت خديجه عندك فقط في يديك ما كتبقاش تنيها ولا حتى في رجليك كتلقى ما تبقاش توقف ما تبقاش تمشى في الصباح ملي كتنوض؟ لا كنتمشى ولكن غير ملي كنفيق دابا كنلقى بحال يدي مزيره وصداع كله في يدي بحال خصوصا في اليمنيه وما تقدرش نسد يدي. واخا نجاوبوك لاله خديجه شكرا لك تواصلتي معنا. الله يخليك قبل ما نقطع معكم شوفوا هضرنا على صيغ الزف والله يحمي الوالدين. واخا ان شاء الله في احدى الحلقات الله يعطيكم بارك الله فيكم ان شاء الله هذا واجب علينا وان شاء الله الطلب ديالك هو دوناه عندنا ان شاء الله في احدى الحلقات علاش نطرقوا لهذا الموضوع لانه هذا هو الغرض والغايه طبعا من برنامج الصحه والسلامه طبعا هي التوعيه الصحيه وربما الهدف كذلك ديالنا اللي كنحرصوا عليه دكتور مصطفى الوتغيري نخليو المستمعين الكرام يتعرفوا على الجسد ديالهم كيفاش كيخدم لانه الانسان لما كيولي عنده ذاك الوعي وعارف الجسد ديالو كيفاش كيخدم شنو اللي كيتاثر وشنو الحوايج اللي كياثروا فيه فراه هذا هو الغرض ربما هنا كتبدا الوقايه وكنقولوا دائما راه فرق ما بين الوقايه وما بين العلاج. غادي نجاوبوا على السؤال ديال خديجه المشكل ديال الكلاكاج يعني قالت في اي وقت ولو تكون ناعسه ولا فايقه لما تبغي مثلا تصلي او لا تعمل اي حاجه بسيطه كيشدها زائد المساله ديال اليد ديالها ما كتقدرش تقبضها ولا تجمعها. الاعراض ديال الاخت خديجه هي في حقها متنوعه وماشي عندها واحد يعني واحد العلامه لان غنمشيو لواحد المرض معين يعني في هذه الحالات هذو فعلا كيكون شويه معقد انا يشخص وهي خاصها تعمل بيلون يعني بعض المرات بيلون على حسب النوعيه ديال البيلون اللي كيدير لان البيلون التحاليل كاين كثيره كتختلف على حسب المرض اللي كنشكو فيه فهي عندها مشكل ديال الكلاكاج عندها مشكل ديال يديها انا ما كتبقاش تسدو وعندها انتفاخ في رجليها كنسمح لنا فرنسا لي زودام لي زودام انفيريور فهنا خاصها كاين بعض الامراض اللي كدير هذا الشيء بعض الامراض ديال الروماتيزم كدير هذا الشيء هذا خاص تقوم بواحد المجموعه ديال التحاليل خاصه بهذا الامر ديال الروماتيزم. الكلاكاج الاسباب ديالو متعدده كيكون اما فعلا مشكل ديال نقص بعض الاملاح اللي كتكون في الذات كالبوتاسيوم الصوديوم الكالسيوم المغنيسيوم هذو الاملاح تقريبا كاملين كيديروا المشكل ديال الكلاكاج. بعض المرات الحاله النفسيه ديال الشخص الانسان اللي كان عنده حاله نفسيه ضغط نفسي كبير كيقدر كذلك يحس بهذا الكلاكاج في لي مولي ديالو. بعض الحالات انه كيكون حتى مشكل ديال العروقه ديال الرجلين فالحاله ديال الاخت خديجه كنصح انها تشوف عاوتاني شوف طبيب انه يقوم بواحد التشخيص ويقوم بواحد مجموعه التحاليل. شنو التخصص دكتور بودغري اللي كتنصح خديجه تمشي ليه؟ هنا يعني العلامات هي علامات اللي هي ما واضحاش ومن الافضل انها تشوف فعلا طب باطني اللي يقدر يحاول يلقى واحد لو فيل كوندكتور يعني واحد العلامه اللي يقدر يتبع باش يوصل للتشخيص يعني في بعض الحالات بعض الامراض كيكون صعيب علينا ان نشخصوا كنحاولوا اون بروسيس باغ اليمناسيون كنحاولوا نحاولوا نتقربوا للمرض على طريق مجموعه ديال التحاليل. المشكل الصحي اللي عندها شحمه في الكبده ما كتعطيش هذه الاعراض نهائيا هي تكلمات ما عندهاش علاقة. لا الشحمة في الكبدة كتكون عند إنسان اللي عنده زيادة في الوزن أو عنده مرض السكري أو مرض الكوليسترول طالع كيكون هذا المشكل أما باش تسبب لها في الحالة هذه لا أظن. نعم معنا كذلك أسامة من عند سهام من مدينة طنجة. سهام كتسول كتقول بغيت غير نعرف المسألة ديال الوراثة لأي حد كتلعب دور أنا الأم ديالي والأب ديالي دائما كنشوفهم مهدودين دائما كاين العياء دائما ورغم أنني أنا بالعكس نشيطة بزاف وكنمارس الرياضة ولكن دابا يلاه في العمر ديالي 21 سنة بغيت نعرف الى وصلت مثلا 32 و30 سنه واش غيولي عندي هذا المشكل حتى انا ولا لا؟ تبارك الله الاخت سهام فعلا الوقايه خير من العلاج. الاب والام ديالها دائما مهدودين ماشي اي واحد مهدود وعيان راه عنده هذا المشكل ديال الفيبروميالجي كاين اسباب كتكون متعدده كما قلنا. على كل حال بالنسبه للنصيحه ديالنا الاخت سهام انه فعلا تبقى حيويه في الحركه ديالها وفي الحياه اليوميه ديالها. الرياضه كنصحوا بها دائما انسان النظام الغذائي دائما نتكلموا عليه ونعاودوا نتكلموا عليه مهم جدا ليكيليبغ ديال الصحه ديال الشخص. انه انسان كذلك يكون اجتماعي في الحياه ديالو انه يسافر ويخرج ويشوف الناس ما يكونش منغلق ما يكونش منعزل هادشي كله كيقلل من الضغط النفسي وكيف ما شرنا لها واكدتي على اختها في الاول انه المشكل النفسي كيكون عنده ارتباط وكيخلق لنا مشاكل عضويه وكندخلوا في واحد الدوامه اللي كتكون صعيبه علينا العيش ديالها. المساله اللي شرنا لك هذيك النقطه ديال ممارسه هوايه مفضله يعني ما تخيلوش شحال كتلعب دور لما كنشوف مثلا انسان لما كيكون مضغوط وكاين توتر نفسي لما كيمشي كيمارس شي هوايه اللي مفضلة
المفضله عنده الحاله النفسيه ديالو كتغير كتبدل. وهذا المرض هذا ديال لافيبروميالجي فعلا من الادويه المهمه انه الانسان يقوم بهذه المجموعه ديال اما هوايه اما رياضه اما يدير ليسونس دو ريلاكساسيون في الحمام ولا فيهم مساج فيهم ليسونس بحال اللي كيدير اليوغا بحال اللي واحد المجموعه لا بالنيو ثيرابي يعني يمشي لابيسين يبقى تما مرتاح. فكاين واحد العلاج اللي هو مهم جدا باش كينقص الالم. لان ماشي العلاج دائما الدواء. كل ما استطعنا نعطيو النصائح طبيعيه وبعد المسائل اللي هي طبيعيه كل ما غيكون نخفوا شويه على الدات من الادويه. وربما هادشي كانت عند الناس ديال زمان لما كنا كنشوفوهم دكتور مصطفى الودغيري سبحان الله كانوا كيعيشوا مده اطول في العمر ديالهم كانت النفسيه ديالهم دائما مرتاحه. نادرا لما كتلقى انسان معصب او لا كان حتى لما كيفقد انسان اللي هو عزيز عليه ولا مقرب منه يعني الموت ولا الوفاه كتاخذه كتلقى داك الصبر وديك الحكمه دائما حاضره عنده. فربما هذا هو السر يعني كيف ما قلت علاش المده ديالهم في العمر ديالهم كانت كتطول يعني بغض النظر على يعني كل احصائيات ودراسات كتشير انه يعني هذا الجيل اللي هو دابا غادي لا وصل غير لواحد المده اللي هي شويه يعني لانه بالفعل الضغوطات وكل المشاكل يعني اللي كيعيش الانسان سواء مثلا في الخدمه ولا في البيت او حتى في الشارع الانسان ربما كيشوف غير شي موقف اللي هو ما كيقيسوش ولكن كيضرو في النفسيه ديالو. معنا اس ام اس من مستمعه كريمه كتقول لنا في العمر ديالي 27 سنه انا ما مزوجاش ولكن دائما عندي المشكل ديال الالام في لوكور ديالي كامل دائما متعوبه. كان عندي كنت كنقول انه ربما القرايه لما كملت الدراسه ديالي مازال عندي هذا المشكل وهذا المشكل مانعني من اني نولج لسوق العمل. فشنو الحل؟ فعلا هذه من المشكل اللي قلنا انه هذا المرض اللي نعاود دائما نذكره بالفرنسيه اللي معروف اكثر بالفرنسيه لافيبروميالجي التليف العضلي كيكون عنده واحد التاثير كبير على الحاله النفسيه ديال الشخص لان ديما بالالم ديما بالحريق ما نعسش مزيان ما كياكلش مزيان ماشي على خاطرو كيدخل في واحد المشكل النفسي اللي هو كبير وكيجعلو انه ما يقدرش يواجه المجتمع ما يقدرش يعمل بصفه عاديه ما يقدرش يتلاقى بالناس ما يقدرش يخرج الى اخره. فهنا نضغط بالنسبه للاخت اللي كتوضع السؤال انها تشوف الطبيب في اقرب وقت باش تبدا الدواء ديالها في اقرب وقت باش ينصحها يعطي واحد المجموعه ديال النصائح باش تقدر تواجه يعني التحديات ديالها في الحياه اليوميه ديالها. خصوصا انه اي ظرف كيف ما شرنا دكتور دغري كيعيشوا الانسان كيأثر ربما كنعرفوا بعض الناس لما كيختاروا مجال معين كيتخصصوا فيه الدراسه كنعرفوا المده ديالو كتكون طويله نوعا ما. فربما هذه المساله حتى هي كتأثر لان فيه جهد فيه بحوث فيه يعني كثير من الامور فمساله عاديه بعض المرات انه تبان عندنا هذه الاعراض ولكن هذا ما يمنعش انه كيف ما قلتي نشوفوا اخصائي فقط على الاقل غير للاطمئنان. غادي ناخذوا اخر مكالمه معنا حوريه بن قرسيف الا كانت مازال معنا على الخط. اهلا بك حوريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله حوريه. كدارين لاباس؟ الحمد لله بألف خير. كنشكر الدكتور كنشكر ميد راديو. شكرا لك حوريه وتحيه الناس ديال قرسيف. بارك الله فيك. مرحبا بك. انا اختي عندي الظهر. نعم. ودرت عليه سكانير درت عليه وقال لي عندك سياتيك. ودابا دوك الاعراض هبطوا لي ركابي. ودابا داكشي انا اللي قال داكشي اللي قلتو قبل الحلقه داكشي اللي قلتو قبل كلشي دوك الاعراض كاينين فيا. لاله حوريه شحال في العمر ديالك؟ عمري 33 سنه. واخا الوزن الطول؟ الوزن 75 الطول مترو 34 مترو 34 اه نعم واخا نجاوبوك ان شاء الله حوريه. شكرا لك تواصلت معنا. شكرا من قرسيف ميد راديو. العفو شكرا لك. كانت اخر مكالمه معنا حوريه من قرسيف بعجاله نجاوبوها قبل ما نختموا الحلقه ديالنا معك دكتور مصطفى الودغيري. نعم هي فعلا في هذا المرض ممكن ان الانسان يبدا بالحريق في واحد المكان معين ومن بعد ينتقل لاماكن اخرى. يقدر يبدا في الظهر ومن بعد ينتقل للركبتين بعد ينتقل للصدر والكتفين الى اخره. ما كيبقاش في بلاصه بدا يتنقل من بلاصه لبلاصه وفي واحد الوقيته كيولي الانسان يعاني بالحريق في الذات ديالو كامله. فممكن بالنسبه الاخت اللي وضعت السؤال الحريه انه فعلا ممكن يكون هذا الشيء. يقدر يكون مشكل اللي هو مختلف ان مشكل كما قالت عندها السياتيك ومشكل اللي مشى للركابي ديالها ربما يكون فقط مشكل ديال لاختخوز لان عندها زياده كبيره في الوزن نعم مقارنه مع الطول ديالها لانه الطول ديالها نعم القامه ديالها قصيره. فكيبقى دائما التشخيص هو اللي مهم. الطبيب اللي كيشوف المريض كيقدر يشخص وكيقدر ياخذ واحد اتجاه معين. نعم وبعد المرض غير ذاك الاطمئنان الانسان كيبقى دائما مخوف لما نعملش التحاليل ربما النتيجه غتكون سلبيه ولا كذا. انسان اللي عمل تحليل لما كيشوف ديك النتيجه نوعا ما النفسيه ديالو كطمئن. فعلاش لا علاش ما نعملوهمش؟ والهدف من هذه المواضيع اللي كتختار اخت عفاف فعلا ان التوعيه ديال الناس توعوا الامور بحال هكا اللي هي بسيطه ربما باش يطمئنوا ربما باش يعرف شي مسائل ما كانش يعرفوا اكثر. فهذا هو الهدف من اختيارنا المواضيع في هذا الشكل. اكيد وشكرا لك دكتور مصطفى الودغيري طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه. شكرا على كل المعلومات والنصائح اللي كتعطينا في كل الحلقات والمواعيد اللي كتكون معنا. شكرا لك. حنا وصلنا لختام حلقه اليوم برنامجكم صحه وسلامه ان شاء الله. موعد جديد
جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحة والسلامة ديالكم. في حلقة الغد لكم أطيب وأرق تحية من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون، سعيد عقال اللي كانت معكم في الإخراج، وسميحة في استقبال مكالماتكم. صبيحة سعيدة، إلى اللقاء.